I hear the flowers kind of crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello everybody. Maybe you're watching me in the morning, so I say good morning. Or you're watching me in the evening, so I say good evening. Anyhow, today I'll be talking about your profile. I'm going to be talking about your personal information. I'm going to ask you about your last name or your surname or your family name. وده كله معناه اسم العائلة أو اللقب. I'm also going to ask you about your first name. So, first one, last name, then first name, then I'm going to ask you about your age. Your age. Then I'm going to ask you about your gender, your male or female. Then I'll be asking you about your title, Mr., Miss., Mrs., Ms. Then I'll be asking you about your city and your address, then your country. Then I'll be asking you about your phone number and your marital status, you single or married. Finally, I may ask you about your email address. نبدأ. اوكي واحنا بنشوف الليسته الطويله دي كلها بنشوفها احيانا لما تقدم مثلا لما تكون في مستشفى او لما تكون في فندق او لما تكون تعمل حساب على الفيسبوك او صفحه على الفيسبوك او قناه على اليوتيوب بيطلب منك تفاصيل زي كده بعضها او كلها. تعالوا نشوف اول واحده لاست نيم. لاست نيم الاسم الاخير تقول اسم العيله بتاعتك. اوكي فيرست نيم. فيرست نيم تقول اسمك الاول. اوكي ايج. ايج يعني العمر. تكتب مثلا 31. جندر. جندر. فانت تكتب male. male. طبعا لو مؤنث هتكتب female. تكتبي female. title. what's title? title يعني اللقب. mister بتستخدم للرجال عموما. miss okay للنساء غير المتزوجات. unmarried woman. for unmarried woman. طيب Mrs. for married woman. اوكي طيب Ms. 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 تستخدم اذا كنت انت ما تعرفش اللي قدامك دي متزوجة ولا غير متزوجة او واحدة مثلا بتقدم نفسها في محاضرة فبتقول I am Ms. Helen. مدام قالت Ms. Helen يبقى هي مش عايزة تقول للجمهور هي متزوجة او لا. اوكي don't ask her. ما تروحش بقى تسألها انت تقول لها Are you married. بعد كده الادرس. الادرس اللي هو العنوان أو السيتي ممكن تكتب المدينة where you live exactly. You say رياض أو say كايرو كفر الشيخ كوالالمبور. طبعا عنوان ممكن يكون في تفاصيل تقول مثلا 22 عمر بن الخطاب ستريت نصر سيتي مثلا مدينة نصر كايرو. كونتري. كونتري الدولة. طبعا الدولة اللي انت فيها مش الدولة اللي انت فيها، الدولة اللي انت منها، اوكي؟ يعني انت مثلا عايش في الصين مثلا تكتب ايجيبت، عايش in Saudi Arabia or Kuwait or write Egypt. Phone number. Phone number يعني رقم التليفون. رقم التليفون بيبقى يعني ممكن تقول zero او تقول O بالامريكي O. ولو عندك في رقم التليفون مثلا رقمين زي بعض 55 مثلا تقول double five. طب لو عندك ثلاث خمسات تقول تريبل 5. طب لو خمس خمسات خمس خمسات هتقول 5 5 5 5 5 5 5 5s. اوكي يعني 5 5 خمس خمسات. طبعا مش خمس خمسات يعني عشان الحسد لا يعني. اوكي مارتل ستيتس. مارتل ستيتس يعني الحاله الاجتماعيه فيها اجابتين ماريد يعني متزوج اور سينجل. سينجل طيب ممكن حد ما يبقاش ماريد ولا سينجل يبقى ان ريليشن شيب يعني مرتبط. ممكن تبقى engaged. engaged. engaged يعني مخطوب او مخطوبه. اخر حاجه بقى ايميل ادريس. ايميل ادريس طبعا ايميل ادريس في ناس كتير بتغلط في الاندرسكور بيقولوا اندرسكول تحت المدرسه. احنا طبعا مش هنتكلم عن المدرسه دلوقتي فاسمها اندرسكور. اندرسكور اللي هي الشرطه اللي تحت. اللي فوق اسمها داش. طيب النقطه اسمها ايه؟ دوت. طيب العلامه دي اسمها ات. يبقى تقول dr underscore blah 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 underscore at yahoo مش ياهو
yahoo.com او @gmail.com. بكده يبقى احنا يعني اتكلمنا في موضوع مهم جدا النهارده. طبعا كل الحاجات دي ممكن تجي لك في شكل سؤال، يعني ما يقولكش first name، لا يقول لك what's your first name، what's your last name، how old are you، are you male or female. لو بيكلمك في التليفون طبعا ما هوش عارف، اذا كان صوتك انت hello يقول لك are you male or female، الامر ملتبس عليا. اوكي what's your title، where do you live، or what's your address، where are you from، where are you from، what's your phone number، are you single or married، are you single or married، what's your email address please، what's your email address please. Thank you very much. Don't forget to like our video, share our video to all of your friends, and see you next time. Goodbye. Oh my head.